من يتحكم في مصير النوادي الجزائرية أغلبها حتى لا أقول جميعها هم بعضهم مرتزقة، بعضهم يفرض نفسه قسرا على النادي بحكم الشرعية التاريخية لأنه لا لاعب سابق، ثم نطالب بالأموال ولا نقدم مشروع و يعني نمدوا سلمون دي سالير ويبقى نبقى ننظروا في حلقات مفرغه. ما تصيبش اليوم انت دي ديريجون في الاهلي ولا الزمالك ولا الترجي ولا سان داونز يخدموا ضد الفريق تاعهم، ما تصيبش انت اون ايكيب يعني نشوفوا مؤسسه اللي لازم تصرف 50 مليار هي تصرف 150 مليار مثلا.